سلام 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 نسيكو. هذه هي خذ بايك. سلام سلام نسيكو. هذه هي فم. هذه خذ بايك. الاسم نبيل القروي. المهنة بعد قناة نسمة ضرب ثلاثة. العمر 50. يمكن 55. يمكن 60 سنة. لا لا ما نتصورش. 65. لا لا امبوسيبل. لا امبوسيبل. المهم مش 70 سنة. النشاط الترويج للسيطرة على العالم. الإعلام المغرب الكبير. الجنسية تونسية وتعطي على المغربية. شهيرة بي ديما فما بونا الكل. الراجل اللي ما يحبش الظلم اللي هو الرئيس بن علي. نبيل القروي رئيس ومدير ومالك قناة نسمة المغاربية أو القناة التونسية تستهدف المغرب العربي قريب تستهدف العالم. عمل بوز كبيرة وزادت الكوتة متاعه طلعت بعد عرضه الفيلم بيرسي بوليس. الفيلم هذايا اللي جرايرو شارلات حرقت نسمة وشارلات حرق نبيل القروي. بون كرهبه وتحرقت مع الحمد لله نجيمن. أنا نعتبرها كغلطة. هي من ناحية غلطة غلطة روا. النجاح ما يجيش بالساهل وباش تحل ثلاثة قنوات يلزم تكون عقل مدبر وجسم سليم ونطق صحيح. ميتريس لا فام لا بروميير فام بارتير شيزي. حسيبي الراجل عنده ثلاثة تلافز. دونك توا باش نحلوا ثلاثة قنوات. خمسة وخميس كما ضربته بعين تنطر له متين وانا خلع وانا تخلعت له فريكونس عنيفة. بون نبيل القروي راهو انسان ثوري على الاخر. وين يدوروه نقصد وين مصلحه تونس تلقاه ديما حاضر. الاولاني احنا عشنا في تونس النجاح الباهر تاع لي زيليكسيون بريزيدونسييل تاع الرئيس بن علي. لي لي يا ولدي اعطيني لي لمو الاخر اللي بعد الثوره. اليوم مكننا باش نخرجوا ديكتاتور هو والمافيا اللي دايره بيه. واليوم زيدا نجمت تحل ثلاثة قنوات. وبالمناسبة هذه نهدي لك غناية. أحمر أصفر أخضر أبيض أبيض أصفر أحمر أخضر. كانت هذه خذ بايك فيرسيون أن نبيل القروي. نتقابل إن شاء الله في خذ بايك مرة أخرى. كانت هذه إيا فيهم أسمع وغرب. أحمر أصفر أخضر أزرق. سلام 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 سلام. هذه هي خذ بايك.